النهاردة هوريكم طريقة جديدة للرسم، طريقة كده مجنونة. هي الرسم بالحقن. مبدئيا الرسم بالحقن ممكن تعملوا بيه لوحة زي الأكليريك بوري، بس أنا بحب استخدمها بشكل تاني شوية. الأول أنا صممت اللوحة، رسمتها يعني وحددت شكلها، بعدين استخدمت الرديف. ممكن في فيديو تاني بقى اوريكم طريقة الرديف المصنع يدويا يعني، لأن طبعا الرليف في المكتبات بيبقى غالي. المهم عشان نرسم بالحقن هنحتاج ألوان، هنستخدم ألوان قورة وخففت مية، وهنحتاج كمان الحقن. أنا استخدمت حقن 3 سنتي وحقن 5 سنتي، بس اللي بحبه أكتر وببقى مريح في الشغل شوية هي الحقن 3 سنتي. هنبدأ نوزع الألوان بطريقة عشوائية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ببقى ليا فكرة معينة في تدريج الألوان، يعني كل واحد على حسب ما هو عايز. ممكن نبدأ نحرك اللوحة شوية عشان الألوان تتوزع في اللوحة كلها، لأن أنا مستخدمة لوحة على مصريين. طبعا لو على خشب مفيش فيها مشكلة، يعني برضو تعملوا نفس الموضوع، بس أنا بحاول أوزع الألوان في اللوحة علشان خاطر دي ورق ما ينفعش فيها مية كتير. هسيبك شوية كده تشوفوا تدريج الألوان اللي أنا عملتها. نرجع تاني، لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ياريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. الألوان الأولى أنا استخدمت عليها برضو مركز لون، وبفتح بقى البلاستيك الأبيض. طبعا تبقوا فرشين حاجات تحت اللوحة عشان الدنيا تتبهدل. في اخر الفيديو هتشوفوا اللوحة في الاخر بقى شكلها ايه. دي مش اول مرة اعمل لوحة بالشكل ده، بس هي حاجة كويسة يعني بتخرجك من البلوك ارت، بتعمل حاجة جديدة، حاجة فن في نفس الوقت بتطلع منها لوحة كويسة. اللوحة بعد ما فنشتها انا استخدمت شرائح الورق الذهبي، يعني ادخل لون يكسر الالوان اللي كلها اللي محطوطة في قلب اللوحة. اللوحة اللي انا رسمها ديت عن الاله باستيت القطة، عند قدماء المصريين. مدخلها شوية الوان ذهبي برضو، ذهبي مائي. توزيع الدرجات ده يرجع لك انت طبعا، وممكن تعمل لوحة بس بالحقن بس من غير رسومات خالص. انا كده خلصت الخلفية وبدأت ادخل في الورق نفسها لهم الدرجات بتاعتهم. طبعا في الرسم لازم تخلي بالك ان يبقى في فرق في الدرجات بين كل تكوين وتكوين. يعني I'm gonna make it.
لو حاجة نشفت معاك ومعجبتكش الدرجة بتاعتها ممكن ترجع تاني تحط عليك ميتين هيدروجين بيكربونات هادي وتمام. أنا هنا معجبنيش التدريب اللي كان من الخلفية فحاجة تانية أغير التدريب. الريليف هنا بيساعدك ان الالوان وهي بتجري ما تخشش على بعضها تعمل تحديد في المكان اللي انت بتحطه. لو لون دخل على لون زي ما انتوا شايفين كده مفيش فيها مشكلة، هتستنى لحد ما اللون ينشف وترجع تغير الدرجة التانية عادي، تحط لون تاني عادي وتغير اللي انت عايزه. كعكة بالألوان بس لذيذة يعني، انت جربها فيكو ياريت تفكرين شغله كده وهتعجبكوا وصدقها بالدنيا حقيقة يعني. ايه معلش الفيديو انا مصوره بالشقلوب شوية لان انا كانت الكاميرا واقفة عكس دي أول مرة أصور يعني روح وأنا برسم مبعرفش لسه أظبط الكاميرا يعني مع التعود يعني هتظبط الدنيا معايا. معلش بقى اللي حبيتش أقلبه ممكن انتوا تقلبوا الموبايل وبتبقوا انتوا بتتفرجوا. طبعا اللي انا هعملها بالورق الدهني مش هحط عليها الوان، وانتوا بتلونوا برضو يا ريت تقلبوا الالوان القرى تاني لان ساعات اللون بيركز في الارضيه واللي بيبقى فوق بس في الطبق بيبقى ميه فمبيبقاش مركز لون، وانتوا بتشتغلوا كده احتمال لون يركز لازم تقدروا تقلبوا برضه. يعني اشتغلت على قطة تانية اهو لو المية زيادة او اللون كمية اللون زيادة ممكن تسحبوها تاني بالحقن. بسحب المية زيادة اللون زيادة بعد ما اخلصها ممكن نعيد تاني على الريليف
علشان خاطر حتت الباظت منها احنا بنعمل تدريجات الألوان. ياريت لو انتوا أول مرة تتفرجوا على القناة تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.